شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب بمجموعة من الاجتماعات والتي نظمها اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي، والذي يضم في عضويته 7100 شركة فرنسية من مختلف القطاعات ونحو 85 مجلس أعمال. وقد عقد الوزير لقاء موسعا مع 30 شركة فرنسية في مقر اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي للترويج لمناخ الاستثمار في مصر وعرض الفرص الاستثمارية، كما تم عقد جلسات متخصصة في قطاعات الهيدروجين والقطاع المالي. عقد وزير البترول كريم بدوي اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة بي بي بمقر الشركة بالمملكة المتحدة موري إيش كلينوس. تناول اللقاء استعراض برنامج عمل شركة بي بي في مصر خلال الفترة القادمة، الذي يستهدف تسريع أعمال الاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول في مناطق عملها بالبحر المتوسط في سبيل زيادة معدلات الإنتاج. ترأس وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي اجتماع الجمعية العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتي اعتمدت مشروع الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2024-2025. تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عن مشروع الموازنة التقديرية تضمن استهداف الشركات التابعة بإيرادات بقيمة 62.5 مليار جنيه بمعدل نمو 88% مقارنة بالمحقق فعليا العام المالي المنتهي، وصافي ربح مستهدف نحو 17 مليار جنيه بزيادة نسبتها 94% عن العام المالي المنتهي، في زيادته مستهدفة في الصادرات بنحو 130% لتصل إلى ما يقرب من 32 مليار جنيه. في أسواق البترول العالمية، قفزت أسعار النفط أكثر من 3% بسبب المخاوف المتزايدة من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ما قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج الخام في المنطقة. أما على صعيد التداولات، فارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بالتسليم في ديسمبر بنسبة 2.61% لتحقق قيمته 75 دولار و48 سنتا للبرميل. كما صعدت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في نوفمبر بنسبة 2.92% إلى 71.87 دولار للبرميل. وكذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.72% لتصل إلى 2.23 دولار للتر. كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.62% لتسجل 2.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبقى اجتماع لكبار وزراء أوبك بلس على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، بما في ذلك خطط لبدء زيادة الإنتاج اعتبارا من ديسمبر، والتأكيد أيضا على ضرورة أن يعزز بعض الأعضاء التخفيضات للتعويض عن الإنتاج الزائد. عقد عدد من الوزراء في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها بقيادة روسيا في تحالف أوبك بلس اجتماعا مشتركا للجنة المراقبة الوزارية المشتركة عبر الإنترنت. وتخفض أوبك بلس الإنتاج بمقدار 5.86 مليون برميل يوميا، أي نحو 5.7% من الطلب العالمي، في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر عام 2022. تواصل نقابة عمال الموانئ في 14 ميناء رئيسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية الإضراب بعد فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة. يناهز عدد العمال نحو 85 ألف من عمال أرصفة الموانئ الأمريكية. لن يتأثر بهذا الإضراب نقل المواد الهيدروكربونية والمنتجات الزراعية أو حتى الرحلات البحرية إلا بشكل طفيف. Yeah!